السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ديري لاباس عليكم، مرحبا بكم في مطبخ الجابيكي. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد روسيت اللي هي بسيطه بزاف، ديال بطاطا بحشوه لذيذه، تجي لذيذه بزاف. بديتها وقلت نتقاسمها معكم، واخا هي بسيطه ولكن الصراحه تجي لذيذه بزاف. تابع معايا الطريقه، وحتى المقادير ديالها راه بسيطه. تنشدو بطاطا تنديروها في الماء والملح ونسلقوها، ومن بعد نديروها بحال هذا الشكل، تنعجنوها وهي باقي سخونه. انا خليتها حتى بردات، داكشي فاش جاتني شويه صعيبه. تنزلو في واحد المثلث ديال الجبن، ايضا الملحه، صافي نخدموها مزيان. دوم عندنا فلفله حمراء وخضراء مقطعه رقيقه، عندنا ايضا القليل من لدن التوا محكوك، ممكن نعوضوه بالكاشر. عندنا هنا جوج معالق ديال الهريسه، اللي ما تيبغيش الحر ما يديرهاش، واصلا الهريسه تتكون فيها الحموضه غالبه على الحر، ممكن ندير غير معلقه صغيره. عندنا هنا القليل من الحامض اللي مقطع التوا مصير، الحامض مصير اللي مقطع التوا رقيق. عندنا معلقه ديال المعدنوس والقزبر صغيره، واحد المثلث ديال الجبن، عندنا قليل من الجبن الاحمر توا محكوك، اللي الا ما كانش هذا متوفر ممكن نزيدو هنايا مثلث، يكون عندنا جوج مثلثات ديال الجبن. عندنا جوج معالق ديال المايزينا. هادو هما المقادير ديال اللي غادي نديرو في الحشو. نجيب واحد الاناء البنات، تنسلو في هاد العناصر تاعنا كلها، الفلفل، لدن محكوك، تيبان ليا هذا ما عادش يقتلني. نمشي نجيب واحد اخر الاناء، حيت هذا بان ليا صغير. غادي نضيفو ايضا الجبن، المثلث ديال الجبن، وايضا مع معلقه ديال المعدنوس والقزبر، الهريسه، هو الفلفل الحار اللي تيبان حار اكثر يدير اضافه السودانيه، ايضا الحمض المصير اللي قطعنا رقيق. هاد الميزانة نخليوها حتى نمزجو دابا هاد العناصر هادو مزيان. صافي بعد ما مزجنا خلطنا هادشي مزيان، نخليوهم دابا على جانب، نعاودو نرجعو تاني البطاطا ديالنا. نجيبو الميزانة البنات، قلنا جوج معالق كبار، اللي عادي نخلطوهم مزيان معاها. صافي البنات، بعد ما دخلنا مايزينا في البطاطا ديالنا، فاحنا عادي نجيبو داك الحشو ديالنا. غادي نجيب واحد الطبسيل اللي نكونو دهناه بشويه الزيت، وايضا نحطو حدانا واحد شويه ديال الزيت اللي نبقاو نحطو في يدينا. بسم الله، تنديرو على حساب القياس اللي بغينا فيه حنايا هاد الحبات ديال البطاطا، ونعمروهم بهاد الحشو هذا اللي درنا. صافي نجمعو عليه البطاطا البنات، نشكلوهم هكا.
على شكل خبيزات. مشو معاهم هي بالخطر تيتسدوا لينا. ونزلهم في الإناء اللي حتانا. دائما نخدمو بالزيت باش ما تلصقش لنا وتقطع. انا تيعجبني يكون الحشو غالب في اي حاجه كان فيه. صافي نسدوهم بهذا الشكل هذا. يجوا في المذاق هائلين البنات. هنايا كناخذ واحد المقله ما تتلصقش تنديروا فيها الزيت. صافي نبداو ننزلوا هذوك الحبات ديال البطاطا ديالنا. ملي تنحطوهم البنات في المقلة ما تنحركوهمش حتى كنحسو بهم وقفوا. نحركو غير في المغرفة هكا، إلا شفناهم تيتحركو راه شدو راسهم، إلا شفناهم باقي لاصقين راه باقي ما شادينش راسهم باش ميتحلوش ليكم في المقلة. تنمشيو معاهم غير بشوية، دائما النار تتكون غير مهيلة ما تتكونش مجهدة. البنات هادو هما الخبيزات ديالنا ديال البطاطا اللي معمرين اللي تيجيو لذاد بزاف، والصراحة تنقدروا نرافقوا مع بزاف ديال يعني ديال الاطباق اللي مكونات بساط والطريقه ديالهم بسيطه بزاف، ما تاخذ منا حتى شي وقت وتيجيو لذاد بزاف. كنتمنى تجربوهم لان بالفعل تيجيو لذاد واحد اللذه ما نقول لكمش كيفاش داير. نجربوا دابا شي وحيده. شفتوا القرمشه ديالها كيفاش دايره؟ تيجيو هائلين بزاف. ما نقدرش دابا ناكل، باقي المغرب ما تناتش.
تنتمنى الاقتراح بسيط تاع اليوم يعجبكم، تنتمنى تشجعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.